دور المرأة لم يختفي، لها دور مهم، لكن نحن لا نحب التوثيق. لنا دور في السلم وفي الحرب. مثلا في حصار دانيال كان لنا دور كبير في الدعم النفسي والاجتماعي وفي تقديم الإغاثة، لكن ما كناش نهتم بالتوثيق. والمرأة إن شاء الله تتقلد، وبالتأكيد حتتقلد مناصب قيادية في القادم وفي شغل جاري، ولكن في وقتنا مش بينات في عناصر نسائية هن شخصية قيادية وعندهن دور كبير، بس نحس الإعلام يعني مقصر شوية في الموضوع هذا. بس هن حاليا نحسي إنه بدأ يوضح مسارهم وبدأ يوضح هدفهم، وإن شاء الله حيكون لهن منصب قيادية.